تلين أو تهون. وانشروا الفجر الجديد، وانشروا الفجر الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم أخوكم أبو عبد الله في شرح برنامج سوني فيكس برو الدرس الثالث. عندنا اليوم طريقة إدراج الملفات الصوتية أو الصور أو الفيديو. عندنا أكثر من طريقة في الواقع. الطريقة الأولى عن قائمة فايل، نروح عند امبورت ميديا وإضافة الملف المطلوب. عندنا طريقة أخرى نفس قائمة فايل، أوبن يفتح لنا اللي هو الملفات ونختار الملف المطلوب. عندنا طريقة أخرى اللي هي اختصار الطريقة السابقة، صورة المجلد هذا نضغط يفتح نفس المجلد ونختار الملف المطلوب. في طرق أخرى اللي هي عن طريق الاكسبلورر، هنا نضغط عليها ونحدد الملف المطلوب، مجرد سحب وإفلات كذا نضاف الملف. عندنا بالطريقة العادية اللي هي إذا كان الملف موجود على سطح المكتب أو في مجلد آخر مفتوح، مجرد سحب وإفلات. هذا بالنسبة للملفات الموجودة في الجهاز. إذا كان عندنا مثلا ملف على كاميرا، نروح قائمة فايل وكابتشر فيديو ونحدد الصيغة المطلوبة وأوكي، يفتح لنا اللي هو طريقة الكابتشر من الكاميرا. طبعا حاليا ما عندي كاميرا موصلة بالجهاز، لكن هو إن شاء الله أوفرها في دروس قادمة. هذه بالنسبة لإضافة الملفات والصوت. عندنا في شغلة أخيرة قبل ما أنسى، إذا كان حبينا نضيف صوت على الفيديو عن طريق المايك من الأيقونة هذه، مجرد ضغط يفتح لنا اللي هو تراك كامل للتسجيل. هذا بالنسبة لإضافة الصور والصوت والفيديو، وإن شاء الله يكون في توضيح أكثر في الدروس القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.